عندي نظرية اسمها نظرية لاغرانج. لاغرانج هذا عالم يقول لك إذا كانت H زمرة جزئية من الزمرة المنتهية G، إذن رتبة H تقسم رتبة G. زد 13 ستار رتبتها تساوي 12. أي زمرة جزئية منها رتبتها لن تكون إلا من؟ واحد قاسم من قواسم 12، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ستة، أو 12. يعني لن أجد زمرة جزئية رتبتها مثلا تساوي 5 ولا 7 ولا 11 ولا 8 ولا 10، لا، لن أجد زمرة جزئية إلا وتكون رتبها أو عدد العناصر بها هي قواسم 12، قواسم 12، لأن رتبة الزمرة الجزئية تقسم رتبة الزمرة الأم. طيب نجي نثبت هذا الكلام. فنقول لنفرض أن طبعا بما أنها زمرة منتهية، الجي زمرة إيش؟ منتهية. إذن عدد المجموعات المرافقة لازم يكون إيش؟ منتهي. ليش؟ المجموعات المرافقة من وين تجي؟ من عناصر الزمرة. المجموعات المرافقة وش اللي يكونها؟ طيب إذا كانت الزمرة منتهية، إذن عدد المجموعات المرافقة اللي ممكن أسويها منتهي ولا بيكون غير منتهي؟ منتهي، لأن الزمرة منتهية، فعدد المجموعات المرافقة بعناصرها أيضا منتهي. لو كان عدد عناصر الزمرة 100، إذن المجموعات المرافقة أقصى شيء ممكن تصل إليه إيش؟ 100. ولو كان في تكرار بتكون أقل من 100. طيب إذن عدد المجموعات المرافقة منتهي، سأفرض أنه من 1 إلى كي. المجموعة الأولى بواسطة A1، المجموعة الثانية بواسطة A2، المجموعة المرافقة الأخيرة بواسطة AK. لنفرض أنها هي المجموعات المرافقة اليمنى المختلفة لH بواسطة عناصر G. من خواص فصول التكافؤ، لو سويت اتحاد لكل هذه المجموعات المرافقة بتعطيني من؟ تعطيني الزمرة G، تعطيني الزمرة G. إذن G تساوي H1 HA2 HA إلى HAK. ليش من خواص فصول التكافؤ؟ لأن زي ما تذكرون سواء في نظرية المجموعات أو يوم بدأنا هذا الفصل قلنا فصول التكافؤ لو جينا نرسمها تصبح بهذا الشكل: فصل التكافؤ للـ A1 مثلا، فصل التكافؤ للـ A2 وهكذا إلى فصل التكافؤ للـ AK. لو جمعتهم، لو 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 سويت اتحاد لهم كلهم يعطوني من؟ يعطوني جي. إذا جي تساوي اتحاد هذه فصول التكافؤ بهذا الشكل. طيب عندي مجموعتين متساويتين، إذا عدد العناصر بهما متساوي. إذا هنا ممكن نضيف خطوة، نقول إذا رتبة الجي تساوي رتبة HA1 زائد، أو اتحاد آسف، HA2 اتحاد إلى HAK. رتبة الطرف الأيمن تساوي رتبة الطرف الأيسر، عدد العناصر في الطرف الأيمن يساوي عدد العناصر في الطرف الأيسر. لكن هذه المجموعات منفصلة، يعني لا يوجد عناصر مشتركة، يعني لا يوجد عناصر مشتركة، يعني لا يوجد عنصر أبعده في المجموعة الأولى وزيد أعده في مجموعة أخرى في الثانية وفي الثالثة وأي واحدة ثانية. العنصر إذا عديته مرة واحدة خلاص، لأنه لن يتكرر معي. إذن هذا الطرف أقدر أقول أنه يساوي عدد عناصر الأولى زائد عدد عناصر الثاني زائد عدد عناصر الثالثة إلى الأخير. بما أن هذه المجموعات منفصلة، إذن رتبة الزمرة جي تساوي رتبة الأولى زائد رتبة الثانية إلى رتبة الأخيرة. طيب في النظرية اللي قبل شوي، هذه مجموعة مرافقة ولا ما هي مجموعة مرافقة؟ هذه لمن؟ للإتش. قبل شوي أخذنا شو اسمه علاقة بين عدد عناصر المجموعة المرافقة وعدد عناصر الزمرة نفسها، وش قلنا؟ أنهم إيش؟ متساويين. قلنا أنهم إيش؟ متساويين. إذن عدد عناصر المجموعة المرافقة هذه يساوي عدد عناصر H، والثانية والثالثة والرابعة كلها تساوي عدد عناصر الزمرة من؟ H. إذن أقدر أشيل كل واحدة منهم وأحط بدالها رتبة الـ H، رتبة الـ H، رتبة الـ H. كم مرة؟ K من المرات، لأن هنا A1 A2 إلى AK، إذن K من؟ طيب H زائد H زائد H زائد H وش تساوي؟
H زائد H زائد H K من المرات. هذا رتبة ال H وش بتكون؟ عنصر؟ ها عدد صحيح، عدد صحيح، عدد العناصر بيكون عدد صحيح. إذا عدد صحيح زائد نفسه زائد نفسه K من المرات وش يساوي؟ يساوي K في هذا العدد الصحيح. إذن تساوي K في H، تساوي K في H. إذن وش علاقة رتبة ال H برتبة ال G؟ تقسم، تقسمها، لأن رتبة ال G هناك عدد من هو K أضربه في رتبة ال H يعطيني من؟ يعطيني ال G. لا مرة ثانية، ليش الاثنين تقسم الثمانية؟ لأن الثمانية إيش تساوي؟ أربعة في اثنين. هناك عدد أضربه في الاثنين يعطيني ثمانية، هناك عدد أضربه في الاتش يعطيني في رتبة الاتش يعطيني رتبة الجي. إذا رتبة الاتش تقسم رتبة الجي وهو المطلوب، وهو المطلوب. مجموعة من النتائج على هذه النظرية يقول لك نتيجة إذا كان A عنصر في الزمرة المنتهية. طبعا هنا المفروض يعني في خطأ مطبعي، لأن أنا كنت هذه كنت حاطها تمرين، كانت تمرين زمان، فغيرتها إلى نتيجة وكتبت البرهان حقها. فهنا المفروض ما نقول فأثبت، المفروض نقول إيش؟ فإن إذا كان A عنصر في الزمرة المنتهية G، فإن رتبة A تقسم رتبة الجي. هنا يعطينا العلاقة بين من ومن؟ بين رتبة العنصر ورتبة الزمرة. هناك كانت بين رتبة الزمرة الجزئية ورتبة العنصر، هنا بين رتبة الزمرة الجزئية ورتبة الزمرة الأم. هنا يعطيني العلاقة بين رتبة العنصر ورتبة الزمرة. ما هي العلاقة؟ أن رتب العناصر دائما تقسم رتب الزمر، أو رتب العناصر قواسم من 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 من, من وين؟ من الزمر. فمثلا لو أعطيتك نفس المثال زد 13 ستار، كم رتبة الزد 13 ستار؟ 12. إذن أي عنصر ينتمي إلى الزد 13 ستار الرتبة حقته ما راح تكون إلا طبعا إذا ما كان محايد، فمعناته 2 و 3 و 4 و 6 و 12 اللي هي قواسم من؟ ال 12. لن تكون 5 لأنها الخمسة لا تقسم ال 12. هذا النظرية، هذا النتيجة. إثبات النظرية يقول لي من النظرية 4-15 في الباب الرابع هذا الرمز يرمز ليش؟ رتبة المولد، رتبة المولد أثبتنا أنها تساوي رتبة من؟ الأي. أثبتنا أنها تساوي رتبة الأي. طيب رتبة المولد، المولد هذا زمرة جزئية ولا لا؟ زمرة جزئية. رتبة الزمرة الجزئية ما احنا قلنا تقسم رتبة الزمرة الأم ولا لا من نظرية لاجرانج؟ إذن يثبت المطلوب، رتبة الـ A اللي تساوي رتبة المولد حقه اللي هو زمرة جزئية تقسم رتبة الـ G. إذن من نظرية 4-15 رتبة الـ A تساوي رتبة المولد، لكن رتبة المولد تقسم رتبة الزمرة G من نظرية لاجرانج. نتيجة أخرى يقول لك لتكن G زمرة بحيث أن رتبة الزمرة تساوي N، إذن A أس N يساوي المحايد لكل عنصر في G. مرة ثانية على نفس المثال لو جينا لزد 13 ستار كم رتبتها قلنا؟ 12. هذه النظرية تقول لك 1 أس 12 يساوي المحايد، 2 أس 12 تساوي المحايد، 3 أس 12 تساوي المحايد، 4 أس 12 تساوي المحايد، وهكذا 5 6 7 10 أس 12 تساوي المحايد، 11 أس 12 تساوي المحايد. طبعا هذا لا يعني أن رتب العناصر كلها تساوي 12، لأن الرتبة هي أصغر عدد صحيح. فمثلا الأربعة أس 8 تساوي المحايد، وأس 12 الأربعة أس 6 آسف تساوي المحايد، وأس 12 تساوي المحايد، فالرتبة أس كم؟ أس 6. طيب
أو الرتبة هي 6، آسف. هذا النظرية تقول لو رفعت رتبة الزمرة كقوة لكل العناصر الناتج يعطيك من؟ المحايد. الناتج يعطيك المحايد. طيب البرهان من النتيجة السابقة هذه رتبة العنصر تقسم رتبة الزمرة جي، أي تقسم العدد إن. من المسألة 4-14 نحصل على المطلوب، لأن المسألة 4-14 تقول مضاعفات الرتبة، مضاعفات الرتبة دائما تعطي المحايد. فمثلا لو كان رتبة الـ A تساوي M من النتيجة السابقة، هذه الـ M تقسم من؟ الـ N، أو الـ N مضاعف لي الـ M. من مسألة 4-14 إذن الـ N مضاعف لي الـ M. من مسألة 4-14 أس إن يساوي المحايد، يساوي المحايد. طيب عندنا نتيجة برضو على 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 لاجرانج وما تبعها من نتائج، يقول لك لتكن جي زمرة رتبتها عدد أولي، إذن هي زمرة إيش؟ دائرية. أول شيء ما معنى العدد الأولي؟ هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، فالاثنين عدد أولي، الثلاثة عدد أولي، الخمسة عدد أولي، السبعة، الـ11، الـ13، الـ17 وهكذا، أعداد أولية. زمرة دائرية، زمرة دائرية أي مولدة بأحد العناصر، مولدة بأحد العناصر، أي بمعنى آخر تساوي مولد أحد العناصر. الزمرة كلها تساوي مولد أحد العناصر. فتعال لنفرض أن رتبة الجي تساوي بي، حيث البي عدد أولي، ولنأخذ عنصر A غير المحايد، لنأخذ عنصر A غير المحايد في الزمرة G، ولنفرض أو بما أن رتبة هذا الـ A تقسم رتبة الجي، لأن قلنا رتبة العنصر تقسم رتبة الزمرة الأم، وبما أن رتبة الجي عدد أولي، لاحظ معي رتبة الـ A خلنا نفرض أنها N مثلا، تقسم العدد الأولي P. طيب العدد الأولي لا يقبل القسمة إلا على من؟ على نفسه أو على؟ إذن هذا يؤدي إلى أن الـ N إما أن تساوي الواحد أو تساوي الـ P، أو تساوي الـ P. لأن لو قلنا إذا كان عندي عدد يقسم الخمسة، إما أن يكون الواحد أو الخمسة، ما في واحد، ما في شيء ثاني. فإذا كان العدد يقسم الـ P فإما أنه يساوي الواحد أو أنه يساوي الـ P. طيب العدد أو العنصر الذي رتبته، لاحظ الإن هي الرتبة، الإن هي الرتبة، العنصر الذي رتبته واحد ما هو إلا من؟ المحايد، ما هو إلا المحايد. طبعا أنا أخذت العنصر A غير المحايد، إذن هذا الخيار إيش؟ لن يحصل، فمعناته من؟ الإن لابد أنها تساوي الـ P. إذن وبما إذن إما أن الرتبة تساوي المحايد أو الرتبة تساوي الـ P، لكن الرتبة لن تساوي الواحد لأن العنصر A لا يساوي المحايد، إذن الرتبة حتما ستساوي من؟ الـ P. إذن رتبة الـ A ستساوي الـ P، وبالتالي رتبة المولد حقه تساوي من؟ الـ P. رتبة المولد أيضا تساوي P. طيب تعال عندي الآن، رتبة المولد أو المولد آسف به عدد P من العناصر، هذا معنى رتبته تساوي P، وهو زمرة جزئية من الجي التي أيضا بها عدد P من العناصر. يعني عدد العناصر في الزمرة الجزئية يساوي عدد العناصر في الزمرة الأم، وش استنتج؟ أن المولد يساوي الزمرة، لأن إذا كانت الزمرة فيها جي مثلا فيها 7 عناصر وفيها زمرة جزئية منها برضو فيها 7 عناصر، إذا معناته إيش؟ أن الزمرة الجزئية تساوي الزمرة الأم، أن الزمرة الجزئية تساوي الزمرة الأم، لأن لا يوجد عنصر خارج الزمرة الجزئية. العنصر اللي خارج الزمرة الجزئية هذا يكون رقم 8، يكون رقم
وطبعا ما عندي شيء، ما عندي رقم ثمانية لأن قلنا رتبتها مثلا تساوي سبعة. إذن الزمرة الجزئية بها بي من العناصر، والزمرة الأم بها بي من العناصر، إذن هما متساويتين، إذن هما متساويتين لأن بهما نفس العدد من العناصر، بهما نفس العدد من العناصر. إذا كانت تساوي مولد أحد العناصر إذن هي إيش؟ زمرة دائرية. تمرين يقول لك لتكن جي زمرة رتبتها عدد أولي، أثبت أن جي تكون مولدة بكل عنصر فيها غير المحايد، غير المحايد. عندنا تعريف اليمنى أو اليسرى يسمى دليل H في G، دليل H في G، ويرمز له بهذا الرمز G نقطتين H. يقول لك لكل زمرة جزئية من الزمرة المنتهية إذن رتبة الزمرة G تساوي رتبة الزمرة H مضروبة في دليل H في G. دليل H في G اللي هو من؟ عدد المجموعات المرافقة، زي ما شفنا في المثال وزي ما شفنا في نظرية لاغرانج، اللي هو العدد من؟ كي، اللي هو العدد. بدايتها الحين صح صح هين بدايتها الحين صحيت صح، هو العدد إيش؟ كي، لأن في نظرية لاغرانج العدد كي هو عدد المجموعات المرافقة. الآن سميناه دليل H في G وعطينا هذا الرمز، وعطينا هذا الرمز.